قالوا إن الأساطير لا تموت بل تولد مع كل جيل جديد. ربما هي حال الساموراي في المجتمع الياباني، أسطورة المحارب الذي يضخ قلبه ثورة لا تهدأ وعنفوانا لا ينضب. كان لها دور السحر الذي يسري في عروق اليابانيين عبر التاريخ وحتى يومنا هذا. بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، حاولت اليابان أن تولد من جديد كحال العنقاء التي تنتفض من رمادها. كانت الحرب الباردة آخذة بالتشكل بين الاتحاد السوفيتي من جهة والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى. لم يكن المجتمع الياباني بمنأى عن الهزات الارتدادية للزلزال الناشط بين المعسكرين، فنشأ ما عرف بالحركة الطلابية التي برز دورها بشكل فاعل مطلع ستينيات القرن الماضي. で、当時あの、ご存知のように、ベトナム戦争が、ありまして、65年ぐらいからですね、全世界的なベトナム戦争に対する反対運動が起こっていまして、日本でも、そういう運動が大きくなりつつあると。米軍は北爆とかベトナムに行ってたわけですね。いわゆる沖縄基地ですよね。 هي حركة ولدت سلمية وحملت لواء المطالبة بجلاء المعسكرات الأمريكية من الأراضي اليابانية تعاطفاً مع الفيتناميين، كما نادت بانسحاب اليابان من معاهدة التحالف الأمني مع الولايات المتحدة الموقعة في العام 1960. アメリカのベトナム戦争に積極的に加担していると。いう中で、やっぱり我々学生としては、それはもう許せないと。 الوالدة كانت يعني بنت عادية، كطفلة منا أبدا إنسانة معارضة أو ريباليس، لدرجة إنه هي كانت لما بدها تروح على المدرسة يعني تقطف وردة كل يوم الصبح لتعطيه للشرطة، يعني ما كان عندها هيدا الهاجس إنه النظام هو عدو أو أي شيء من هالنوع بالأساس. يعني حبت تكفي دراستها الجامعية اشتغلت لحتى اللي تقدر تدفع قسط الجامعي. بالمرحلة اللي هي راحت فيها لتتسجل بالجامعة، هون شافت الطلاب عم بيعملوا يعني حركة طلابية، يعني اعتراضاً على غلاء القسط الجامعي. هيدا كان أول مرة يعني بتلتقي فيه بالحركة الطلابية وفكرة الحركة الطلابية. وبوقتها كان بما انه هي بتدفع القسط الجامعي لنفسها، يعني هذا كان موضوع بهمها، فاشتركت بهيدا الحركة الطلابية دغري، يعني قعدت معهم وبلشت بالموفمنت. لم تكن الدول العربية بمنأى عن الانقسام الأيديولوجي بين الشرق والغرب، وقد خاضت حربها لتحرير فلسطين المحتلة، إلا أنها منيت بنكسة عام 67 بعد أن توحد الغرب مجتمعاً خلف إسرائيل، فخسر العرب ما تبقى من فلسطين المحتلة إضافة لهضبة الجولان السوري وصحراء سيناء المصرية. لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً
عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. تلك المرحلة كانت مرحلة نهوض، رغم أنه جاءت أحداث 5 حزيران وهزيمة حزيران، لكن بعدها مباشرة كان هناك حالة نهوض بالنسبة لحركة التحرر العربية بشكل عام وحركة التحرر الفلسطينية بشكل خاص. بعد هزيمة حزيران ظهرت المقاومة الفلسطينية بقوة والتفت حولها الجماهير العربية وأصبحت مقاومة فلسطينية عربية وليست فلسطينية فقط. اكتسبت طروحات الحركة الطلابية تعاطف الشارع الياباني الناقم على الحكومة، وبدأت تشكل خطراً متزايداً بفعل قدرتها على تسيير المظاهرات المناهضة للحضور الأمريكي، وتعتبر معركة مطار هانيدا من أهم هذه التحركات. تحول البعض من التحركات الطلابية إلى منظمات مسلحة كحزب الجيش الأحمر الشيوعي وحركة بارتيزان كيوتو. بدأت تلك المنظمات والأحزاب أعمالها بالسطو على مراكز الشرطة للحصول على السلاح.安保体制反対とかね、いろいろあったんですけども、結局その資本主義に反対するという運動なんですよね。根底は第一次羽田闘争は全く目的は単純で、物理的に佐藤首相が羽田からベトナム東南アジアに行くのを要するに物理的に止めると、そのためには要するに羽田空港に何としてもなだれ込みたいと。 第二次羽田闘争は今度佐藤当時の首相がアメリカに行って、要するにベトナム戦争に対する協力とかですね、そういうのを深めるというのをやっぱりなんとかこれを阻止したいということで、これも第1回目と同じように羽田空港に突っ込むべく戦ったんですが、もう第1回目の経験を我々よりも機動隊の方が 十分学んでというか教訓化して、もう羽田空港の近くの橋のもっと手前で阻止線を張って、学生を完全に近づけないようにしたと。 تحت ضغط العنف والقمع توحد من تبقى من حزب الجيش الأحمر الشيوعي مع الحزب الشيوعي الياباني في كاناغاوا مشكلين حزبا جديدا. اتخذت المنظمات المسلحة من جبال طوكيو معقلاً لها للتدرب العسكري والتثقيف السياسي بعيداً عن أعين السلطات، وقد انزلقت إلى دوامة الاقتتال الداخلي الذي أزال معه دعم المجتمع الياباني للحركة الطلابية. Thank you.
لما فشلت الحركة الطلابية بطوكيو كان في حركة طلابية كتير ناجحة بكيوتو اسمها الكيوتو بارتيزان. الوالدة سمعت انه بهيدي الحركة الطلابية الناجحة واللي هي كانوا نوعا ما متحالفين مع حزب الجيش الأحمر، فقررت تروح على كيوتو وتعمل اتصالات مع الحركة الطلابية بكيوتو. راحت على كيوتو وتعرفت على باسم اللي هو تسيوشي باليابان، اسمه الحركي باسم. تعرفت على باسم اللي هو كان قيادي بهيدي الكيوتو بارتيزان، حزب الكيوتو بارتيزان. センポを切って頑張って運動をしてたっていう印象があるもんですから、やはり多くの学生たちがついていったという感じがしますね。パルチザンっていうのはやっぱり、お互い義勇軍ですから、当時の対権力というね、大きなプレッシャーがあるもんですから、それはやはり5人ずつぐらいの単位の方がですね、まあ、一つの細胞が潰れても次々と再生させられるし、あと他には迷惑がかからないということはありました。يتعرف على شخص هو بيقول بالإنجليزي عربست. هذا الشخص بيصير يعرفهم عن القضية الفلسطينية ويعني المحنة اللي عم بتمر فيها القضية الفلسطينية. مع انطلاق الثورة الفلسطينية أصبح هناك معرفة يعني للقوى بشكل رئيسي، القوى اليسارية الديمقراطية إنها يعني تنتبه أو نتركز على هذا المكان اللي هو فلسطين. سنة 1971 فبراير قررت هي وباسم إنه هن بدهم عن جد يعني يتعرفوا على هالقضية الفلسطينية، يعرفوا شو تفاصيلها ويشوفوا الفرق بين الفشل الحركة الطلابية باليابان وبين استمرارية القضية الفلسطينية رغم عدم وصول إلى نتيجة. يعني صار في علاقة بالاتصال من ذلك التاريخ لمحاولة أولاً فهم هذه الحالة، اثنين من أجل نقلها إلى بلدانهم، وأيضاً من ناحية إيديولوجية من نفس المنبع الإيديولوجي، يعني الماركسية كانت يعني وما زالت هي مجال لهذه القوى لأن تأتي إلى يعني منطقتنا من أجل المساهمة أيضا وليس فقط للتعرف. الجبهة الشعبية استقطبت عدد كبير من المناضلين والثوريين الأجانب، قسم كبير كان من أمريكا اللاتينية وقسم آخر كان فرنسيين وبريطانيين. من الرموز المعروفة كان كارلوس في ذلك الوقت، وهناك عدد من رفاقنا المناضلين اليابانيين، هم جزء من هذه القوى اللي إجت يعني إلى لبنان حيث كانت يعني التواجد المركزي للمقاومة، وجاءوا بالاتصال في الجبهة الشعبية لأنهم
قرأوا عن الجبهة الشعبية. بالأساس كان عندهم فكرة إنه لازم يحاولوا يتصلوا بمكتب الجبهة الشعبية. مكتب الجبهة الشعبية كان عندهم وجه خارجي اللي هو بيعمل يعني نتوركينج مع يعني الأمميين والعالم خارج نطاق لبنان والوطن العربي. هو كان مكتب جريدة الهدف أو مجلة الهدف اللي كان رئيس تحريره غسان كنفاني. برز من هؤلاء المخرجان السينمائيان ماساو أداتشي وكوجي واكاماتسو، اللذان قررا التصوير في المعسكر الفلسطيني في جرش الأردنية برفقة القيادية في الحركة الطلابية والجيش الأحمر فوساكو شيغونوبو كمترجمة ومنسقة لهم. دوكيومنتاري作ることになるんですけれども、それを作ったきっかけはですね、もともとパレスチナ革命にとても興味があって、一緒に共同してた若松さんとカンの映画祭に行った帰り道に寄って、それを勉強して作るかどうか決めようという話を最初にして、それは面白いかもしれないと。 問題の方がもっと大きいと思ってたので、その問題を勉強するのは現地に行くのが一番いいっていうんで、とにかく行ってみようと。で、そのためには撮影も準備しておこうっていう程度で行って作ったんですね。 ある日もうできるだけ早い時間できるだけ撮影してくれと言うんで、それは撮影だって、それまではトンネル掘ったり訓練したりしていたんですけどね。でそれで撮影して送り出された翌日、翌々日2日間かけて、そのジェラシー山脈にあるパレスチナ勢力、軍事的な勢力、ゲリラの方、 本拠地をイスラエルとヨルダンが両方から攻撃して全滅させるという事態が起こったわけです。それでベイルトに帰ってみたら、一昨日まで一緒にいた人たちがイスラエルで首に首吊られて死体になってるのをダーッと並べて見せしめにしてるんですけれども、そういう写真が発表されたりして。 بوقتها كان يعني كتير أشخاص مثل المناضلة ليلى خالد والشهيد غسان كنفاني والشهيد أبو علي مصطفى كانوا ظهروا بالفيلم هيدا، يعني طبعا قبل ما يفلوا من جرش. هيدا الفيلم عمل يعني دور كبير كتير بتوعية يعني النشطاء اليابانيين وتشجيعهم إنه يتطوعوا للقضية الفلسطينية بطريقة عسكرية أو بطريقة اجتماعية أو بطريقة حتى كانوا يسموها cultural volunteering، يعني التطوع الثقافي. やがて日本赤軍のリーダーになるシゲノブさんっていうのは、日本でも 震災運動の赤軍派というフラクションの国際部長だったりした人が、アラブにそういう支部を作ろうということで出かけてたわけですね。奥平さんも安田さんもヒムリも含めて訓練をして、自分を鍛え上げられたら日本に戻ってきて、武装闘争っていうんですけど、武装闘争を を通しても日本の改革をやらないといけないっていうので、そういう意味ではバリバリ武装闘争やってるパレスチナに行って勉強するのが一番いいっていうんで、そういう人たちも含めて
非常に、非常にいろんな分野で、非常にいろんな種類のボランティアの人たちが行ってた時期でした。 ما استمروا كجيش أحمر. هم بعد يعني بعام 74 أعلنوا حل نفسهم وأصبحوا كأشخاص. هلا في جزء منهم هم أعداد قليلة. جزء منهم مثلا أطباء فإجوا حتى يخدموا يعني في مخيماتنا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. في مثلا مخرج تلفزيوني أو مخرج يعني كمان حب إنه يعمل أفلام وثائقية. لكن في جزء لا التحق بالعمل العسكري.断れないような精神的な高まりがあったと思うんですよね。できないとか言えない。彼も葛藤があったと思うんですけど、もうじゃあこれで命かけようかと思ったんだと思いますね。だから辛い選択だったと思いますけど。 التفكير كان سابقا قائم على أساس أنه يجب أن نعمل عمليات مؤلمة للعدو في داخل الوطن المحتل. كانت عملية اللد من يعني أوائل العمليات اللي شارك فيها المتطوعين اليابانيين يعني مع الجبهة الشعبية مع وديع حداد.国際的なボランティアの中から一番遠いところから来た日本人がやってるっていうので、彼は歓声を上げるし、アラブ諸国も対イスラエルの戦争いつも負けてるし、もうやる気がなくなってたところだから、アラブ政府も素晴らしい作戦って評価しちゃうんですね、逆に。 عملية اللد طبعا هو الأساس وديع حداد، لكن بالتعاون مع اليابانيين. لكن في كان لجنة من اليابانيين هي تعتبر حالها جزء من الجبهة الشعبية، وما كانوا يشتغلوا معنا على أساس أنه يعني تنظيم قائم بذاته، لأنه كان في أوضاع سرية تتطلب ذلك. لكن كان في قائد المجموعة اللي هو باسل، هذا شخص كان عقله يعني يمتلك شيء من الذكاء، كان عنده استعدادات عالية للمشاركة في الخطة وكيفية تنفيذها، وأدار المعركة بطريقة صحيحة بحيث أنه كانت النتائج ناجحة. على ما يبدو أنه كمان في أحد أهداف العملية كان شخصية إسرائيلية، عالم بيولوجي ممكن يكون عنده ارتباط مع السلاح الإسرائيلي. يعني أحد المناضلين اليابانيين يعني غرق في البحر كما أذكر، يعني وصار في تخوف إنه تنكشف يعني تنكشف العملية، خاصة لأجهزة محلية، يعني أجهزة محلية لبنانية، ثم بعد ذلك ممكن أن تصل يعني إلى الآخرين. 水泳訓練をやってたという時に山田君が溺れて死ぬんですね。でその時あの、まあ、一緒にいたユセフ、まあ、ヒモリですけれども、あの彼が、やっぱり疑われて、あの、まあ、友達を殺したんじゃないかと溺れさせたんじゃないかということで。 地元のレバノン警察に随分しつこく取り調べ、あるいは拘留とかされてですね、あの、まあ、顔が割れてしまった、名前も割れてしまった。まあ、そうするとあの日本の、あの大使館もどんなグループが来てるんだということでですね、そういう日本人学生のグループが分かってしまう。
そうするともう日森君はあの作戦に使えないということで、バーシムが返したわけですね。طلب منه لهيموري انه يرجع على اليابان ويبعث شخص اخر محله لهيموري ليشارك بالعمليه. هذا الشخص الجديد كان هو كوزو اوكاموتو. كان الأساس الفكرة الأساسية لهالعملية كان إنه يكون في ثلاث فرق تقوم بالعملية بذات المطرح بذات الوقت. الفرقة الأول يعني هي الفرقة اللي قامت بالعملية اللي هي اليابانيين بداخل المطار. الفرقة الثانية هي مجموعة من الفلسطينيين داخل بيقوموا بخطف باص للركاب من طائرة للمطار بداخل المدرج في المطار. وعملية ثالثة بيقوم فيها المجموعة الثالثة كمان من فلسطيني الداخل بيقوموا مثلا تبادل النار مع الحراس تبع المطار لحتى يعملوا نوع من اللغط أو نوع من التمويه للعملية الثانية. قبل العملية بفترة وصل يعني خبر انه في شخصين من المفروض كانوا يشاركوا بالعمليه الفريق اللي من داخل فلسطين اعتقلتهم من السلطات الاسرائيليه. فوديع حداد وباسم خافوا انه يكون في تسرب للمعلومات بخصوص العمليه ككل، ففكروا بمرحله من المراحل انه يلغوا هذه العمليه يعني، او على الاقل انه يعني يغيروا بالخطه تاعت العمليه. منشان هيك العملية النهائية ما كانت مكونة من هالثلاث فرق. بالنهاية يعني بس فريق الياباني هن اللي قاموا بالعملية. هذه العملية كانت من أهم العمليات ذات الطابع الأمني والسري، حيث تمكنوا يعني هؤلاء الأبطال من نقل أسلحتهم وعدم انكشافها في الطائرات ولا بالحواجز اللي مروا من خلالها في مطارات أخرى. في ذلك الوقت لم تكن يعني الأجهزة المتطورة إلى هذا الحد يعني. لذلك كان في طرق لكيفية تغليف هذه الأسلحة بنوع معين من الأغلفة التي لا تكشف. بعد أن تمكنوا من اجتياز يعني كل الحواجز الأمنية اللي بالطائرات وبالمطار وإلى آخره، إلى أن وصلوا إلى التفتيش. عندما طلب منهم يعني طلبت منهم الشرطة الإسرائيلية أن يفتحوا الحقائب، شعروا أنه مجرد أن تفتح الحقائب سيلقى عليهم القبض، لأن الأسلحة كانت موجودة بالحقائب بشكل طبيعي. من هنا يعني فورا استخدموا الأسلحة. قتل عدد كبير من الإسرائيليين وخاصة الجنود والضباط الشرطة، وبقيت المعركة فترة طويلة لأنه توزعوا هؤلاء المناضلين في يعني ردهات المطار. وبعد ذلك بعد أن نفذت ذخيرتهم تقريبا تمكنوا من يعني قتل اثنين منهم، وأوكوموتو أصيب إصابات يعني خطيرة، على ضوءها يعني نقل إلى المستشفى. الجبهة أعلنت مسؤوليتها عن العملية يعني، وأصدرت بيان رسمي بأن هذه العملية هي يعني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتعاون مع الجيش العربي الياباني. وحددت الجبهة في البيان يعني التفاصيل، من هم الأشخاص، ثم ما هو الهدف السياسي، ثم ما هو الهدف العسكري. وبالتالي تعهدت الجبهة بالإفراج
أو بتحرير يعني أوكوموتو قاموا بعمليتهم بطريقة ناجحة جدا واستكملوا تقريبا كل المطلوب منهم بانتهاء الذخائر لأنه لم يكن لديهم ذخائر كافية أكثر من ما يمكن أن ينقلوه في هذه الطائرات وبالحواجز الأمنية المعروفة وأوقعوا خسائر كبيرة معظمها يعني بالعسكريين الصهاينة في ذلك الوقت وبقي يعني أوكوموتو على قيد الحياة حتى يومنا هذا.金閣寺に我々が持ってた味とというところでですね、2、3度会いました。普通の出会いだったもんですから、また遠くからなんか学生さんが来たなという感じ。70年の3月にハイジャック闘争っていうのがありまして、その赤軍派の一員として、淀号 という飛行機を乗っ取って北朝鮮に行かれたと、それに続こうという意思があったんだと思いますね。 أثناء المحاكمة أعلنت السلطات الإسرائيلية نقلا عن كوزو أنه ورفيقيه ينتمون إلى جيش النجمة الحمراء وقد تلقوا تدريباتهم في لبنان. بعد اعتقال كوزو أوكوموتو طبعاً دغري باشرت السلطات الإسرائيلية بمحاكمته بمحكمة عسكرية. هذا مسكوه هو حامل سلاح يعني عم بيطق يعني في المطار، فاللي بيحملوا السلاح يعني ولا واحد بيطلع عادة. هلا يعني مثلاً في كذا واحد صار ماضي عليهم 33 سنة في السجن ولهلا يعني ومحكومين مؤبدات، والمؤبدات اللي بيحكوا فيها وهو كان محكوم مؤبد. هلا اجى فريق ياباني من اليابان كمان محققين والى اخره، بس اسرائيل ما بتستجيب لحدا يعني انه توقف تعذيب او نحط له محامي او شيء من انه، فلهالسبب قدروا انهم يعني يشلوا قدراته العقليه. عذيب كوزو أوكوموتو بالسجون الاسرائيليه كان تعذيب غير طبيعي، لأنه السلطات الإسرائيلية كانت عارفة أنه لا أحد سيسأل عنه يعني إلى الأبد. حتى يخلوه يأكل كان يقولوا له بدك تعوي زي الكلب، يعني بس الجوع بدك تعوي عشان نجيب لك الأكل. فصار من بعد ما طلع بس ينجب له الأكل بيعوي، وهذا أخذ وقت لحتى يبطل يعمل هيك. كانت مرافعات المحكمة العسكرية لكوزو أوكوموتو كلها بتقام باللغة العبرية واللغة الإنجليزية. هلا كوزو أوكوموتو ما بيحكي يعني إلا يعني القليل القليل من اللغة الإنجليزية وطبعا اللغة اليابانية. حاول في محامي يعني تطوع إنه يساعده من اليابان اسمه محامي شوجي، بس رفضته السلطات الإسرائيلية بما أنه هو مدني، محامي مدني، والمحكمة طبعاً محكمة عسكرية. الهم الأوحد للسفارة اليابانية كان أنه فقط أنه تتأكد من أنه جنسية الفرد هو ياباني والتبرؤ منه كإنسان ياباني والاعتذار من السلطات الإسرائيلية ودفع مبالغ السلطة الإسرائيلية تجاه يعني مثل اعتذاراً للعملية اللي حصلت. حرر أوكوموتو بصفقة، صفقة تبادل قامت بها الجبهة الشعبية القيادة العامة. كانوا يرفضوا الإفراج عن أوكوموتو، ولكن أوكوموتو كان في ذلك الوقت أصبح مريض ومن أثر يعني الإصابات وإلى آخره وضعه الصحي كان سيء، وبقي الإلحاح من قبل يعني القيادة العامة ومن قبلنا بأنه أوكوموتو لازم يكون على رأس القائمة. بعد عملية اللد طبعاً اضطر كل المتطوعين اليابانيين الموجودين
في لبنان انه يختبئوا انه يلجؤوا الى الاندرجراوند يعني يصيروا يعني موجودين يعني متخفين ويعني محافظين على سلامتهم لانه من بعدها بفترات يعني تواصلت سلسله من الاغتيالات الاسرائيليه بعد ما عمليه مطار اللد يعني تم اغتيال الشهيد غسان كنفاني لانه الشهيد غسان كنفاني كان على اطلاع يعني بعمليه مطار اللد وغطاها اعلاميا ووقتها جولدا مائير اعلنت انها ستضع على القائمه عدد من الاعلاميين الفلسطينيين والقيادات الفلسطينيه كان احدهم يعني غسان كنفاني الذي تم اغتياله يعني في الحازميه بسيارة متفجرة هو وبنت أخته يعني لميس كانت هذه جريمة من الجرائم الكبيرة وبعدها صارت جرائم أخرى يعني إلى القائمة اللي وضعتها جولدا مائير في ذلك الوقت. アラブの街の中ではそういう日本人と見つけるとみんな握手を求めてきて、タクシーがタダになるとかね、もうレストランに入ると自分のおごりだから今日はお金も受け取らないとかいう。 لجوء الوالدة للتخفي يعني من أيادي الاغتيال الإسرائيلي خلقت أنا في لبنان في بيروت بس بطبيعة هذا الحاجة للتخفي يعني خلقت بمستشفى كان طبعا في أصدقاء مساعدين يعني إنه يساعدوا الوالدة إنه بالطبابة والخلفة ولكن إنه بدون تسجيل الأسماء يعني ل ليكون في سرية كان عندي أنا شهادة كل حياتي لحتى لي ما أخذت الجنسية اليابانية كل يعني الورقة الوحيدة الرسمية اللي بتدل على أصلي ويعني سلالتي يعني من أو ارتباطي بالوالدة كانت ورقة مستشفى شهادة ولادي. نحن حياتنا كانت كلها فيها تنقلات يعني كل ما حسينا في حاجة أمنية إنه نغير مكان السكن يعني أمرار تكون فترة زمنية فقط شهر نضطر نغير مكان السكن يعني أو حتى المدرسة فدايماً كنت استعمل أوراق ثبوتية مستعارة ما كان بقدر استمر بالتواصل مع أصدقاء كون كونتهم بمدرسة معينة أو بحي معين بعد مثلاً اضطرارنا للجوء إلى أنه ذهب إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أنه طبعاً كان لازم يكون في يعني انقطاع تام وبدون أي نوع من توفير المعلومات أنه إلى أين رايحة أو شيء كان يكون حوالي طبعاً أشخاص المناضلين يعني رفاق للوالدة يعني ولا الجيش الأحمر الياباني مثل الأشخاص يعني معروفين بالجبهة الشعبية مثل المناضلة ليلى خالد مثل الشهيد وديع حداد مثل المناضل كارلوس أوكدايرا باسم يعني ياسودا صلاح فوساكو مريم الوالدة كان اسمها مريم اسم الحركة أوكاموتو كان اسمه أحمد فيعني كانت أسماء سهلة يعني للحفظ وال يعني التعامل معه مع العرب. يحكوا لنا عن كيف الأولاد
الأطفال للفدائيين والناضلين لازم يكونوا دايما منتبهين للأسرار العائلة وأسرار المنظمة. أحد النوع من التوعية أو يعني التواصل بيني وبين الوالدة إنه في حال اعتقلت هي أو خطفت أنا أو خطفت هي يعني شو بنعمل؟ هيدي من حتى وقتها كنا بمراحل يعني أنا كنت مراحل الطفولة يعني كنا نعمل مثل تدريب مع بعض إنه نحكي إنه إذا صار هيك شو بنعمل إذا صار هيك يعني مثل يعني تيكون عندي أنا فكرة أو تحضير لهيك حالة يعني. فكانت دائما تحذرني إنه لو شفتني أو لو شفتها مثلا خطفت أو عم بيعذبوها قدامي أو أي شيء من هالنوع إنه ما أجاوب أبداً على أي نوع من الأسئلة وإنه هي بتقبل إنه لو هي عم بيعذبوها إنه بتقبل إنه أنا ما أحكي إنه ما تفكر إنه بوقتها إنه أنا حأزعل إذا أو إنه هي حتزعل إذا أنا ما حكيت أو شيء. وقالت حتى كمان بالمقابل إنه ما تزعلي إذا أنت مثلاً كانوا عم بيعذبوك وأنا ما قبلت أعطي معلومات إنه على حسابك. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي ضاقت رقعة الحرية أمام أعضاء الجيش الأحمر الياباني الذي انحسر حضوره ونشاطه بشكل واضح في الأراضي التي كان يعمل بها. إجا لعندي السفير الياباني يحكي بالموضوع وإنه هؤلاء مخربين وإرهابيين. قلت له مخربين وإرهابيين من وجهة نظرك من وجهة نظر حكومتك، بس هؤلاء بالنسبة لنا مناضلين، هؤلاء كانوا عم يدافعوا عن قضيتنا. حتى بذكر إنه حكي كلام يفهم منه الرشوة إنه هني مستعدين يساعدوا لبنان وإلى آخره. قلت له أكيد نشكركم على أي مساعدة بتقدموها لبنان، بس المساعدة وقت اللي بيكون في لقاء أي شيء اعتقال مثلاً الشباب اليابانيين ساعتها هي اللي بتصير رشوة ما بتعيد مساعدة. في لبنان كانوا متواجدين تقريبا بشكل طبيعي وبعضهم عنده إقامات وجوازات سفر يعني، ولم يكن يتوقع أحد أنه ممكن هذا يحصل يعني من السلطات اللبنانية، لأنهم كانوا أيضا قسم منهم لا زال في أجواء المقاومة وفي ترتيبات يعني مع المقاومة، وقسم منهم كان يعني يتحرك بين سوريا ولبنان بشكل طبيعي. فوجئنا احنا بهذا الموقف وهذا الاجراء من قبل السلطات اللبنانيه كما فوجئ الغالبيه العظمى يعني، ولكنها صفقه يعني يبدو السلطات اللبنانيه او الاجهزه الامنيه اللبنانيه اخذت بدلها مقابل، لا نعرف ما هو المقابل. اما في تقديري ان العامل الرئيسي تدخل امريكي في هذا الموضوع لتسليمهم يعني لليابانيين، لانه السلطات اللبنانيه خضعت لتدخلات أمريكية أكثر منها يابانية بحتة، ولكن بنفس الوقت يبدو الصفقة كان فيها لها مقابل يعني لم يكشف لغاية الآن. الجهات المتورطة بالصفقة أنا بتصور إنه في الحكومة اللبنانية متورطة، طبعاً الحكومة الأردنية متورطة، طبعاً الحكومة اليابانية، أيضاً المسؤولين السوريين في لبنان يعني غازي كنعان هلأ الله يرحمه، ولكن غازي كنعان كان متورط بالقصة، وكانت المسألة مدفوع لقاء فلوس. وقد حكم عليهم بثلاث سنوات سجناً، تم ترحيل أربعة منهم بعدها إلى الأردن ومن ثم إلى اليابان. أنا توليت الدفاع عنهم بالمحكمة، وفعلاً بالمحكمة كانت أيضاً فضيحة. بذكر إنه هؤلاء أحيلوا هن على أساس دخول البلاد خلصت،
أمية عبود على أساس أنه عم بتمارس الطب بدون ترخيص شهادة. وقتها بذكر قلت له لرئيس المحكمة أنه إذا كانوا هؤلاء القضيتين منفصلين ليش هؤلاء موجودين فرد قفص وفرد ملف؟ طلعت تحركات احتجاجية ولكن هيدي حدودها. ある日刑務所副所長が君らももう判決出たことだから刑務所変わるのでって言ってんだけど、普通の刑務所で囚人が送られる車でそこから400メートルぐらい離れたところに特殊部隊がいて、装甲車でもうその私たちの護送車を包囲して無理やり開けさせて、つまり誘拐するわけですね、特殊部隊が護送車から。そとらアカゼーブ انه هن بدون يرحلون للاردن. طيب ما هن كانوا بيعرفوا وكان التنسيق قائم بين ترحيلهم للاردن، يعني لماذا اختيار الاردن؟ انه نظام وطني تقدمي هالقد بيقدم حمايه لناس وطنيين مثله. لوبي ني ايترا 1人 نكاكوشي がずれて見えそうだって、じゃあ見れたら日本人が2人ほどわわ交渉してるぞって、わわ間違いない、成田まで送られるねという具合にしながら結局成田に着くことになるんですね。أما أوكاموتو فقد منحته السلطات اللبنانية لجوءا سياسيا تعويضا عن السنوات التي قضاها في السجون الإسرائيلية. استمرت حملة الاعتقالات هذه لتطال مؤسسة الجيش الأحمر فوساكو شيغونوبو في أوساكا، وذلك في 28 تشرين الثاني من عام 2001. نهار 18/11/2000 كنت رايحة الصبح الساعة 8 على الجامعة، جيني اتصال من شخص صديق العائلة، يعني ومجرد انه يجيني اتصال من هالشخص طبعا يعني غير عادي انه اتلقى اتصال منه، بيسالني هالشخص انه هل كل الامور بخير. كان عندنا نحن بالساتلايت امرار يكون في يعني شبه شاشة الـ NHK، الـ NHK هي محطة اليابان يعني الرسمية. أنا عم بحضر الأخبار بعد فترة بلاقي في خيال إيمج شخص يعني أخذينه معتقلينه، طبعاً هذه الصورة كتير يعني الكواليتي تاعيتها سيئة جداً، مش مأكدة بس شبه مأكدة من السيلوات من الشكل الموجود بالشاشة إنه هيدي الوالدة. تاني يوم بالجرايد حطوا الصورة ذاتها اللي كنت عم شوفها بالتلفزيون للوالدة معتقلينا وهي رافعة الثمز يعني الإبهام تبعها بإشارة إنه هي على ما يرام يعني. عرفت انه الوالدة كانت اعتقلوها باليابان بأوساكا. 1974年の9月オランダのフランス大使館を占拠した事件が、それの共謀共同正犯、首謀者ということで日本政府から国際指名手配されて逮捕された時にすでに26年前の事件でした。كان متفق انه بصير تبعت محاميه وكان في كود بيناتنا انه كيف انا اوثق بهالمحاميه. كنا نحمل صوره لبعض مع بعض يعني نحن وعم نستقبل شمس راس السنه، ولكن من الخلف يعني ما في وجوه، كل واحد فينا حامل هيدي الصوره
وفي حال صار شيء كنا متفقين انه هذه هي الكود انه اللي بنعطيه للشخص اللي نحن بنوثق فيه. كان مطلوب من الوالدة انه تكتب ريبور او تقرير عن ال 28 سنة اللي هي غابت او لم تبلغ عن وجود ابنها لها. طبعا ما كان في لا طاولة ولا شيء، يعني على ارض السجن عم تكتب هي. بالنهاية هيدا صار كتاب، هي قصة حياتي انا وياها. في أبريل 2001 بعد ما أخذت الجنسية اليابانية سمحت لنا السلطات اللبنانية بالخروج، لأنه نحن ما كنا داخلين بهذه الأوراق الثبوتية. تاني يوم من وصولنا إلى اليابان التقيت بالوالدة بالسجن. كان هذه الفترة هي الفترة المشهورة باليابان بورد الساكورا، فأخذت لها غصن من شجر الساكورا لأنه هذا من أحد المعالم اليابان اللي أمي كان دايما تشتاق لإله وتخبرني عنه، فأخذت لها قصة زيارة.彼女は私は今でも確信してるけど、このハーグ事件に関しては一切関与していないというふうに思ってます。ですから、その後立ち上げられた日本赤軍の最高幹部ということで、日本では 非常に女性の軍事指導者ということで、宣伝されましたので、イメージとしても作られてしまったということがあります。日本から見ると26年前のアラブの世界を正確に理解することはできない。ですから、その後出来上がった日本赤軍の最高幹部というイメージで知らないはずはなかったと。 يوميجي ده كده اتشوا سباكرت شمتت انه ديوا نايكا. بعد صدور الحكم ب 20 سنه على الوالده باتهامها بالتخطيط لعمليه هيج، اصدر كارلوس بيان من سجنه في فرنسا على انه هذه العمليه لا يد لها فيها، يعني وانه هذه العمليه انه هو اللي ضلع فيها وهو اللي كان قائد فيها وأنه هذه عملية لإله. هلأ الوالدة موجودة أو يعني محتجزة بسجن، هو عبارة عن سجن ولكن مستشفى بسبب وضعها الصحي. بعد مرور 40 عاماً عليها لا يزال المركز الطلابي لجامعة كيوتو اليابانية يحتضن أبطال عملية اللد الثلاثة بالرمز الذي أحب أن يذكر به، نجوم الأوريون ثلاثة، كما ويصر طلاب الجامعة على رفض تجديد المبنى خوفاً من إزالة هذا الرمز للتضحية في تاريخهم. حالهم كحال مقابر الشهداء في صبرا في لبنان التي تحتضن أسماء شهدائها، ومن بينهم أوكودايرا ويسودا. هذه مقبرة الشهيدين تسيوشي أوكودايرا وهيسوكا، اسم الحركة تبعولهم باسم وصلاح. مقبرة يعني فينا نقول مستعارة لأنه جسمين الشهيدين بعد ما رجعت، يعني السلطات الإسرائيلية ما ردتهم، فلحديت الآن يعني ما في جسمين حقيقي داخل المقبرة. في هون شخص ثالث بقلب المقبرة هيدي، كان مفروض يكون مشارك بعملية اللد، ضلوا حز بقلبه أنه ما قدر يشترك بالعملية. فبال 2002 لما صار الغزو الإسرائيلي على الضفة الغربية ومجزرة جنين، احتجاجاً على اللي عم بيصير استشهد، حرق حاله بيوم الأرض.
لما استشهد رفاقه حبوا انه يشارك المقبرة مع رفاقه باسم وصلاح، بما انه كان مفروض يكون معه بعملية اللد وما قدر يشاركهم بعملية اللد. يبقى الناجي الوحيد لعملية اللد كوزو أوكاموتو محاطاً ومحمياً من قبل الشعب الذي قاتل من أجله، ومن قبل دولة أتت على تسليمه يوماً ما.